احتفلت العديد من العواصم العالمية بعيد العمال الذي يصادف الفاتحة من ماي في كل سنة. العمال الأتراك خلدوا يومهم العالمي على إيقاع العنف والاشتباكات مع الشرطة، والتي انتهت باعتقال عدد كبير من المناوئين للتعديلات الدستورية التي أقرها استفتاء شعبي جرى مؤخرا بالبلاد. اعتقالات طالت كذلك المعارضين لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان. العاصمة الإندونيسية جاكرتا شهدت بدورها مظاهرات عمالية حاشدة مطالبة بزيادة الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار، حيث خرج الآلاف حاملين الأعلام الوطنية مرددين هتافات منددة بهذا الارتفاع الغير المسبوق. وفي العراق حيت الطبقة العاملة عيد الشغل وسط وضع أمني متدهور وظروف اقتصادية واجتماعية قاسية تشهدها البلاد، وتمنت الطبقة الشغيلة في بلاد الرافدين أن تستقر الأوضاع ويعود الاهتمام بمشاكلهم، وطلبوا الحكومة بتحسين أوضاعهم. العمال الفلبينيون خلدوا عيدهم السنوي على طريقتهم الخاصة بارتدائهم ملابس حمراء وسط العاصمة مانيلا مرددين شعارات تطالب الزيادة في الرواتب. وفي تايوان تفننت الطبقة الشغيلة في إخراج استعراضات فنية تلخص الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد احتفالا بعيدهم العالمي، احتفال مر في أجواء سلمية تعكس المعنى الحقيقي للاحتفال بالفاتح من ماي كعيد سنوي عالمي للطبقة العاملة.